السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دائما مع الوصفات. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال، كاين بزاف اللي طلبوه وصفات صحية اللي يقدروا يديروا الرياضة وياكلوها، يقدروا يديروا ريجيم وياكلوها. اليوم واش خيرت لكم تلت وصفات بزاف هايلين وبزاف بنان، راح نستغناو كامل على الزيوت، راح نستغناو كامل على التوابل. اول حاجة جبت لكم الرز بواحد الطريقة على بالي جامي ولا جربتوها، اسكالوب مشوي لي زوبلا بزيت الزيتون وصالات صحيه بزاف بنينه، فيها غير زيت الزيتون القارص والملح مع الخضر اللي راح تكون صحيه وتقدروا ديروا بها الريجيم. انا جمعت لكم كامل هذه الوصفات في طبق واحد باش كامل خوتنا وخياتنا يقدروا يديروا هذه الوصفه لاصحاب الريجيم اصحاب الرياضه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا بالنسبه للمقادير اللي حنستعملوهم في الوصفات تاعنا واش راح نحتاجو هنا واش راح نستفادو، راح نستفادو من ثلاثه وصفات. الاولى راح تكون الرز، دوزيام سالاد اللي راح تكون ما شاء الله صحيه 100%، والتروازيام راح تكون سكالوب مشوي. نوري لكم برك الطريقه باش يخرج لكم من الشباب الطري وحميمر. هذه هي الوصفه الاولى، قلنا الرز. الرز انا هنا عندي بول كيما راكم تشوفوا، دوك انتم تستعملوا الكاس تاع 240 ولا تستعملوا بول، هنا عندي حوالي 250 غرام. واش راح نحتاج معاه؟ هنا عندي 100 غرام تاع زبيب كحل كيما راكم تشوفوا. الطريقه هذه بزاف هايله وخفيفه وظريفه وعلى بالي تكونوا ما جربتوهاش من قبل. وعندي طريقه واحده اللي راح تكون بالتوابل وبنينه، كاش خطره نجيبوا حبه دوره حوت وندير لكم طبق ما شاء الله. بالنسبه للوصفه تاع الرز تاع اليوم راح تكون ريجيم وصحيه، راح نستغناو تماما على التوابل. واش راح نحتاجوا معاهم؟ ملعقه تاع الزبده، شويه زعترم حتى، فص واحد تاع الثوم، وريقه تاع الرند، والملح عادي، الزيت، وراح نستغناو عليه. والطريقه دوك تشوفوا كيفاش تكون خفيفه بالبزاف باش يقدروا يديروها مام خوتنا اللي راهم يتبعوا فينا ويديروا مسكيلاسيون. كاين اخ صديق عزيز بزاف وطلب الوصفه، نعطوها له باش وحده يقدر يسلك راسه في الدار. اذا هنا واش راح نحتاجو؟ صدر تاع دجاج كيما راكم تشوفوا. هنا عندي زوج حبات تاع البيض اللي راح نديروا بهم لي زوبلا، وهنا عندي لا سالاد تاعي. واش راح نحتاجو فيها؟ حبة طماطم تكون صغيرة، نص حبة تاع خيار، شوية أوراق تاع سلاطة، معدنوس، زيتون كحل، نص حبة قارص، وزيت الزيتون. هادو هما المقادير اللي راح نحتاجوهم في الوصفات تاع اليوم كامل. راح نستغناو على التوابل، ولا توابل راح نديروهم هنا بعد ما عرفتكم كامل على المقادير. نجوزو مباشرة إلى طريقة التحضير. حاجة نجو نطيبو الرز تاعنا. قلت لكم طريقة تاع اليوم تاع الرز راح تكون هايلة بزاف، خفيفة وسهلة. نجيب المرميطة تاعي كيما راكم تشوفوا فارغة ما فيها حتى حاجة. أول حاجة نحط الرز تاعي الكيلة كيما راكم تشوفوا. واش نزيد نحط عليها؟ هنا عندي زبيب، قلت لكم انا استعملت حوالي 100 غرام. هذا الزبيب واش درت له؟ غسلته غير بالماء باش يتنحالو هذاك الغبار. بالنسبه للماء اللي درته ماشي سخون، ماء عادي. هذه هي، نزيد نضيف الزبيب تاعي فوق الرز. هنا نزيدو نحطو هذيك الملعقه تاع الزبده. واش راح نديرو؟ راح نحطو الوريقه تاع الرند، زعتر، الفص تاع الثوم، خلوه هكذا، ومن بعد كي راح طيب راح تنحوه وتخلوه ابر. وهنا ملعقه تاع الملح صغيره، شوفوا كيفاش. هذه هي دوكا واش راح نديرو بعد ما حطينا كامل هاد المكونات، نخلطوهم هكذا باش هذاك الملح راح يقيس كامل هذاك الرز، الزبيب تاعنا راح يتوزع، هذوك الحتة تاع الزعتر راح يتوزع. واش راح نديرو؟ نجيبو الماء ديالنا. بالنسبة للماء ديالنا واش راح نديرو؟ هنا درنا كيلة تاع الرز، يعني راح نديرو لها زوج كيلات ونزيدو له شوية. هذه هنا أول حاجة نجيب الماء تاعي، نبداو نعمرو في الكيلات هكذا كيما راكم تشوفوا. هذه الكيلة الأولى وهذه الكيلة الثانية. الرز هذا راح يجي ساهل وبنين وكيما راكم تشوفوا راح يطيب بارد في بارد، والنتيجة ما عندي ما نقول لكم. هاوليك الرز تاعي بعد ما حطيته فوق النار، نشعلوا له النار تكون متوسطة، ماشي أبتيفو كامل وماشي قوية، تكون متوسطة. شوفوا الرز تاعنا بارد في بارد. دوكا واش راح ندير؟ راح نغطيه نخليوه حتى يطيب ينشف ونطفيو عليه. هنا نجو لطرونشة تاع سكالوب تاعنا كيما راكم تشوفوا. أنا خيرت طرونشة هايليك ماشي رقيقة كامل، تكون خشينة. دوك هذه نقدر لو كان عيني نزيد نفتحها على زوج يجونا زوج رقاق، لكن نخلوها كيما راهي. واش راح نديرو لها هنا؟ نديرو لها شرائح بهذه الطريقة هكذا هكذا حتى نكملوها كامل، نديرو لها كامل شرائح كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة تماما. بالنسبة للسكالوب تاعنا
راح نديروه مشوي غير بشويه تاع الزيت في المقله وفي لابول هذيك غريال. راح نستعملوا شويه ملح خفيف. انا راح نجيو لاصالات تاعنا اللي راح تكون صحيه 100%. اول حاجه نديروا لافينيغريت، عصرت كامل هذيك النص حبه تاع عصير ليمون، ضفت عليها كميه تاع زيت الزيتون. واش نديروا عصير ليمون؟ نديروا زيت الزيتون، زدت لهم رشه ملح خفيفه ولافينيغريت تاعنا راهي واجده صحيه 100%. بالنسبه لاوراق تاع لاصالات تاعي كيما راكم تشوفوا فتتهم، زدت قطفت اوراق تاع المعدنوس. المعدنوس فيه فايده ما عندي ما نقول لكم، نتمنى انكم ديروه مع الوصفه ما تستغناوش عليه. شويه تاع الزيتون ما شاء الله، وهنا عندي الخيار وحبه طوماطيش. نبداو بالخيار تاعنا، اول حاجه نقطعوه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا هكذا، راح نقطعوه سيفلي ومن بعد غير نقطعوه بهذه الطريقه سيفلي نعاودو نقلبوه هكذايا ونقطعوه دي طرونش طوال. شوفوا كيفاش يجي، طريقه بزاف هايله، نتمنى انكم تستفادوا منها. واش راح ندير؟ راح نكمل كامل الخيار تاعي بهذه الطريقه. هنا نجيو للحبه تاع الطماطم تاعنا، كيما راكم تشوفوا الطماطم حبيبه صغيره تكون مغسوله. اول حاجه نقسموها هكذا على زوج، نجيو نحولها توجور هذه هكذا. واش راح نديروا لها؟ راح نقطعوها بهذه الطريقه هكذا براج كيما نعرفوا، لكن البراج تاعنا ما يكونوش خشان، يكونوا رقاق هكذا. شوفوا كل نصف حبه راح تخرج لنا حوالي 7 براج. هذه هي، راح نزيد نكمل النصف الثاني. في الاخير نجو نحطوا لافينيغراد، كيما قلت لكم لافينيغراد راح تكون طبيعيه وصحيه. زيت الزيتون قارص وشويه تاع الملح، نفرغوا عليها كامل ونخلوا الخضره تاعنا كيما راهي تشرب غير بعقلها. دوكا بالنسبه للصلاد نخليها كيما راهي، ندخلوها للثلاجه هذه هي، ومن بعد كي نعاودوا نخرجوها نجو حندريسي ونخلطوها كامل ونسربيو خفيف ظريف. دوكا واش راح ندير؟ راح نستنى الروز تاعي يطيب، نجوزو نوريلكم كيفاش نشوو هذوك السكالوب. بعد السكالوب نزيدو نديرو لو زيرو بلا بزيت الزيتون ونوريلكم الطريقه باش يجوكم ناجحين. السكالوب تاعنا توجور نستعملو لابوال كرياد هذه كيما راكم تشوفوا. كاين اخت من الاخوات تقصتني على المقله هذه، المقله هذه بزاف هايله وفيها زوج لي فاصاد. دوكا لا فاصاد هذه راح نشوف فيها السكالوب، كي نكمل نضربها بتغسله خفيفه ظريفه ونجو نديرو منها لي زيرو بلا اللي راح يكونوا بزيت الزيتون. وبالنسبه لهاد اليد تاعها تتنحى، تقدر هاد المقلة تدخلها للفرن وتطيب فيها عادي. هنا نحط المقلة تاعي فوق النار ونخليها تسخن مليح، ونجي نرشها غير بشوية تاع الزيت ماشي بزاف، علاش؟ باش هذاك السكالوب تاعنا ما يلصقناش في الحديدة. هكذا رشات خفاف ظرف. راح نجيب الصدر تاعي اللي كنت درت له شرائح، راح نقلبو على هذوك الشرائح باش الوجه هذاك اللي راح يكون حميمر بزيادة. هذه هي، نحط السكالوب تاعي ونخليه يطيب غير بعقلو. بعد ما نشوف السكالوب تاعي راهو بدا يتشوى من تحت، تشوفوا بلي هاد البيوضيه بدات تطلع من الفوق. هنا واش راح ندير؟ راح نجو ونقلبوه بهذه الطريقه، نزيدو نخلوه يكمل طيابو مليح، والسكالوب تاعنا راهو واجد. بالنسبه للنار خلوها متوسطه، علاش؟ طونشه تاع السكالوب شويه خشينه باش تتحمر والطياب يدخلها حتى لداخل بطريقه رائعه خفيفه وظريفه. نجو نطيبو لي زوبلا تاعنا، قلت لكم راح نديروهم بزيت الزيتون. المقله تاعي عاودنا قلبناها، هذه هي نحطوها فوق النار نخلوها تسخن مليح، ونجو نحطو غير شويه تاع زيت الزيتون كيما راكم تشوفوا هكذا. واش راح نديرو؟ راح نقلبوه كيما نعرفوا زيت الزيتون صحي وراح يعطيه بنه بزاف هايله. هنا واش راح نديرو؟ كيما راهو نجيبو الحبيبه تاع البيض تاعنا. اول حاجه نحطو المقله تكون مستقيمه، نحطو الحبه الاولى بهذه الطريقه ونزيدو الحبة الثانية كيما راكم تشوفوا. المقلاة حاولوا تخلوها قبالة هكذا، نجيبو غير رشيشة خفيفة هكذا تاع الملح ونخلوهم يكملوا طيب. ومن بعد كي راح يكملوا طيب راح نجيبو باش نرفدوهم، نسيباريوهم ونرفدوهم بطريقة بزاف هايلة خفيفة وظريفة. هنا نخلي نكمل البيض تاعي طيب. شوفوا الروس تاعنا بعد ما طاب راهو ما شاء الله بهذه الطريقة، صدقوني جامي ولا راح تندموا بها. بالنسبة للناس اللي دير سبور، بالنسبة للناس اللي دير ريجيم، جربوها ورجعوا لي الخبر. كيما شفتوا ما استعملناش كاو من التوابل وبديناهم بارد في بارد. نخلي البيض تاعي يكمل يتقلى، لاصالة تاعي نجبدها من الثلاجة، السكالوب تاعي راهو واجد. نتلاقاو في طريقة التقديم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزيز، هنا وصلنا النتيجة النهائية وطريقة التقديم. طبق خفيف ظريف بنين بزاف صحي ما عندي ما نقول لكم. الوصفة الأولى شتوها كانت الروز بطريقة بزاف هايلة مع الزبيب هذا الأسود، وصفة جامي ولا راح تندموا عليها. الوصفة الثانية راح تكون صالد خفيفة غير بزيت الزيتون والقارص والملح، نستعملوا فيها الخيار طوماطيش والمعدنوس ضروري في الوصفة مع الزيتون، وصفة بزاف هايلة. هذا هو الطبق اللي قدمت له لكم. لاصالاد توجور اللي تكون فيها لاسيزونمون راح تتلقى روحها وتتلقى هذاك الجو تاعها. لازم دائما تحطوها في ان بول هكذا سيباري، باسكو لو كان راح تحطوها في لاسيات راح تطلق كامل هذاك الماء تاعها الفينيغرات. السكالوب تاعنا شوفوا كيفاش راهو مشوي، حطيت له اون فاي دو سالاد من تحت راهو مشبح ما شاء الله. لي زوبلا تاعنا هامليك،
بعد ما وجدوا بالزيت الزيتون طريقه بزاف هايله وخفيفه وظريفه وبنينه بزاف، والروست تاعنا ما عندي ما نقول لك. ان شاء الله يكون عجبكم الطبق تاع اليوم، صحي بنين، يديروه صحاب الريجيم وصحاب الرياضه. شوفوا الروست تاعنا طريقه بزاف هايله، وروز ما شاء الله يجي شو يتزربع على حبه مع هذاك الزبيب. كل ما راح تاكلو وين طيحوه في هذيك الحبه تاع الزبيب راح طيحوه في البنه، ما عندي ما نقول لكم. لا سلطه خفيفه ظريفه، لي زوبلا والسكالوب تاعنا بطريقه بزاف هايله. استعملوا هذه الطريقه مع الاول النار تكون قويه، غير ديروا هذيك الرشه تاع الزيت باش السكالوب تاعنا ما يلصقش، حطوه يطيب. من بعد راح تنقصوا له النار وتخلوه يطيب غير بعقلو باش يدخلوا الطياب للوسط، ومن طوط السكالوب تاعنا راح يبقى طري. لو كان نديروا دي طرونش رقاق راح يبس لنا. شوفوا كي نقطعوا هكذا خشين السكالوب تاعنا راح يبقى طري لداخل. هذا هو الطبق تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. هنا ما بقى لي نقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. السلام.